كان واحد البوينتة ديال الكاره ولعبت لي على لعبت لي على راسه لعبت لي على راسه طاح لي في الدار صافي سخف وكشكوشه خرجت لي هذيك داك الميكروب ما بقاش مرض ولكن عنده اعاقه ذهنيه اعاقه ذهنيه وهكذا خرجت كاع داك الاحزان وداك الشيء الحمد لله مقاوم الابن ديالي دابا في العمر ديالو 14 سنه كان تزاد عادي عادي كأي ناس لكن ملي ولات يحبو كان واحد البوينتة ديال الكاره ولعبت لي على لعبت لي على راسه مده شهر طاح لي في الدار صافي سخف وكشكوشه خرجت لي هذيك داك الميكروب ديتو للسبيطار داروا لي دوك الاسعافات الاوليه قلنا هانيه حيت حنا عائلتنا ما الحمد لله ما يمرضوا ما ديما صحاح الحمد لله وحنا انا قلت راه ولدي راه عادي بحال نقولوا تهاونت عليه صراحه فين المهم فين ما يطيح ندي للسبيطار ومتبعين لي دو فين ما يطيح سكانيرات تخطيط كهربائي تحاليل كذا كذا رونديفوات بالتاريخ وكانوا مخرجين لي لي واحد دو سميتو دي باكين بقيت كنعطيه ليه من ذاك الوقت حتى وصلت تقريبا واحد 10 سنين ملي وصلت 10 سنين حيدت عليه هذاك دي باكين لانه قهرني الصاير اليومي الاعياد كذا والدواء ديالو كذا قهرني صراحه ملي قطعت ليه هذاك الدواء الدري ما بقاش مرض ولكن عنده اعاقه ذهنيه كيدوي غير في الماكله بغيت ناكل بغيت نتفرج ماما بغيت نشرب ماما هادي ماما ديك ماما هادي ماما دي بغيت نلعب بغيت هادي وما ديتو للمدرسه يقرا هضره مدرسه مخزن هادي المخزن قرا عام بحال داروا لي الخاطر وصح ملي وصل داك العام خديت النتيجه فيها والو صفر بين الطرائف اللي وقعوا لي في ديك العام لانه كان شويه مشلع كما قلتي لي في الكواليس من الصغر ومن بين اهم الطرائف اييه كنت كندي للمدرسه ما نغفلش عليه حيت هو طلقوا بشاق يقدر يطيح في طوبيس يقدر يطيح في شانطي يقدر يطيح في حفره والطريق من هنا للمدرسه بعدا كلها حفاري وكل شوارع ضيقه وازدحام واحد النهار جيت باش نديه تلاقى معايا الاستاذ شادو بيدو قلت له الله يرحم والدين شادو ويقول لي بغيت ندوي معاه قلت له دوي معايا هو يقول لي رانا كنت خارج برا جيت لقيتو بارك ليا في الطاوله ديالي وقلت لي صبر معاه قال لي راه صبرت معاه وعرفتو هو الدري قال لي عرفتو خاصو مدرسه خاصه عندها اساسيد كيعرفوا لهاد الدراري وهاد الوليدات من ذاك النهار ملي كانت في عمره 7 سنين وانا جري من جمعيه ديال المعاقين جمعيه ديال العميين جمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه جمعيه ديال والو حتى وحده ما استضافتني وملي كنريح مع شي واحد من المرشحين في الانتخابات الى منطقه ليك انا دابا انا تندوي من سيدي مومن دوار رحامنا بالضبط اللي كي ينتخبوا هاكا مصطفى تصوت على هذا المرشح وكنقول ليه نصوت ولكن راه انا بغيت خدمه من عندكم بغيت ولدي يدخل المدرسه او الجمعيه او دار القران طلب بسيط او يدخل المدرسه ديال القران هكذا كيعطيوني وعود كتفوت سيمانه ديال الانتخابات كنجي كنلقى السيد قلب وجهه بدل الحسنه بدل الهيت واتبعوا الهدى فخلوا هدى واتبعوا لطيفة مفهومة الهضرة اللي قلت يعني وعود كاذبة
اما من ناحيه الطلب ديالي ليهم هو طلب بسيط، ولكن بالنسبه لي انا طلب مزيان ليا، باش الوليد يدير واحد الفراغ في الدار. الام ديالو مريضه بالسرطان وما بغيتش نبينها لانني انسان محافظ غنهضر عليها، راها كافحات معايا 21 سنه وعمري ما تخليت عليها، وداويتها وهزيتها بكل ما اتاني الله من رزقي ومن قوه. ما خليت فين خدمت، خدمت سيكليس، خدمت بوكاديوس، خدمت بالبلاي، قاعة صغيرة درتها في الدار نجيب الدراري يلعبوا بلاي، بعت في الفراشة، نهار يجي العيد كروسة ديال الحوالة، كذا سينما، درت سينما، تصاوبت واحد الدي في دي وتلفازة، هاي هي وندخل الدراري بثلاثة دراهم الدري كتجيك ديك 900 ريال كتعيش فيها كذا. مؤخرا درت عساس، والمراه مريضه في السرطان هذه 5 سنين، هذوك الناس اللي كتخدم في الباركين عساس ما رحمونيش، عرفوا ان الولد ديالي عنده اعاقه، وكنجيبو معايا وكيشوفوه راه هو كيلعب وبارك في الكرسي ولابس البلوزه، بعض الخطرات كنبغي نلبسو باش نلبسو البلوزه باش هو يحس بانه كاين، كنعطيه انا الخاطر. وبنتي تاهي عندها 6 سنين راه تتلعب معايا هكا وتخدم معايا وعاطيها الصفاره. وقلت لهم، قلت لهم راه المراه مريضه وعندي هذا، راه خصكم تكون فيكم الانسانيه، تكون فيكم روح المواطنه. واش كتعرف شنو هي من بيت الاحرار؟ مشرق الانوار، منتدى السؤدد وحماه، ذمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان، عشت في الأوطان، للعلا عنوان في فمي ودمي وثرابي وثرى والدم دمي في فمي وفي دمي وفي وترى إلى آخره، إخوتي ها هي للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعر الله الوطن الملك. وما رحمونيش، جريو عليا، داروا لي السبق بالرموكات، قال لك الرموكات كيصدعونا مع 3 الصباح، الرموكات كيصدعونا مع الفجر. قلت لهم لا، كانت السبه ديالكم الرموكات، زيت ولادي وزيت في حالتي لحد الان، شهرين دابا والله ما خدام، ولكن كاين اكتفاء الذاتي كنصير به والحمد لله، ومعيش به ولادي ومعيش به المراه ونمشي لها الدواء ومكافح معها، وما يعني كيفاش غتخرج هاد الكلمه هذه، يعني عجيبه جدا، ربما فهموها شي ناس، يعني الكلمه اللي فهمها راه فهمها يعني. وما همني لو متلائم فهمتي يعني بولادي في داري بخدمتي اللي الى اخره، يعني ما همونيش، يعني انا الهم الوحيد هو الاسره ديالي، وهذا اختبار. مصطفى، سر الجداريات اللي وراك، كلمة دخلنا للدار على كل جداريات كل، انا تنتبع من الداخل ديالي روح الفن من صغري، من اللي كنت نقرا في الثاني بالضبط، بالثاني بالضبط عرفت راسي كرسم، رسمت ابن بطوطه، رسمت الملك، رسمت الاستاذ، وحنا ترى الاستاذ كي يشرح وانا كرسم في الاخير، عطيتيه لي وقال لي مزيان سير على المنوال، وفين ما كانت كتجي شي مسابقه ديال الرسم انا ديما مديها. اما هاد الجداريات في هاد الشهرين اللي ما خدامش فيها، استغليت نخرج داك ال حيت كاين الناس كاين اللي كيخرجها في كاين اللي كيخرجها في مخدرات كذا فهمتي، اولا كاين كاع اللي تلاح من شي قنت فارق الحياه كاع، اولا دلج اولا تسطا، ولكن الحمد لله انا من الداخل عامر فن. فين خرجت هذا الشيء؟ خرجته في هذه الحيوطه، يعني استغليت هاد الشهرين ضربت في الدار كامله،
كامله كنرسم ونغني ورسم ونغني. هذه راه هذه الرسمه راه رسمت وغنيت على ديال عبد الحليم الاغنيه ديال عبد الحليم والله العادي نسمك شي شويه شويه وما كنتش عارف قبل النهارده ان العيون دي تقدر تخون بالشكل ده، ولا كنت اقدر قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده. جبار فرقته جبار. وهكذا خرجت قاعدك الاحزان وداك الشيء كل